حلقة جديدة من صحافة المساء نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية في الشأن اليمني. نبدأ برنامجنا من موقع المهرية نت والذي نشر خبراً عن تحليق مقاتلات إماراتية على علو منخفض فوق مخيم اعتصام قبلي بمحافظة شبوة قرب معسكر العلم والذي تتمركز فيه قوات إماراتية. المعتصمون قالوا للموقع أن مقاتلات حربية إماراتية حلقت على علو منخفض وفتحت حاجز الصوت فوق مخيم الاعتصام الذي توجد فيه بعض قبائل محافظة شبوة. المعتصمون اعتبروا أن ذلك استفزازاً من قبل الإمارات ومؤكدين أنه لن يثنيهم عن مواصلة اعتصامهم السلمي ومعبرين عن استنكارهم للأعمال الاستفزازية والتي تقوم بها الإمارات، وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل في إدراج الإمارات وقيادة النخبة الشبوانية على قائمة الانتهاكات الدولية لقيامهم بجرائم حرب ارتكبتها ضد الإنسانية وقتلت أبنائهم في يناير 2019. تعتبر الانتخابات الأمريكية من الأحداث التي ينتظرها العالم بأسره، حيث تبرر أحداث العالم والشرق الأوسط الذي يشهد اضطراباً مستمراً على رأس أولويات ترامب أو بايدن حال فوز أحدهما. تساؤلات نشرها موقع الخليج أونلاين حول ما سيقوم به المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الذي قال إن إدارته حال فوزه بالانتخابات ستنهي دعم واشنطن للحرب في اليمن، وما قد يعني أن حدثاً بداية لإنهاء حرب استمرت لنحو 6 أعوام. ووفقاً للموقع فإن هذه الرغبة تعود لأسباب أهمها الضغوط والانتقادات القوية والمستمرة من منظمات حقوق الإنسان بسبب مقتل المدنيين بشكل متواصل في غارات تحالف السعودية والإمارات. نشر موقع دويتشا فيلا تقريراً يقول فيه أن التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف البنية التحتية المدنية وفي مقدمتها الجسور، وهو ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب. ويضيف أن التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن يستهدف الجسور بشكل منهجي، حيث تعتبر حيوية ومهمة جداً لتسيير الحياة اليومية أو اليومية للمدنيين في مختلف المناطق. ووفقاً للموقع فإن طائرات التحالف السعودية الإماراتي دمرت 130 جسراً في غارات جوية بين عامي 2015 و2019، حيث قصفت بعض الجسور مرتين متتاليتين، يعني أن تدمير الجسر كان يتم بشكل متعمد. ألفت إلى أن العديد من الجسور التي تم استهدافها كانت تربط شبكة الطرق التي تعتبر بمثابة شريان حياة للمدنيين الذين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الحرب. ركز موقع عدن تايم على تزايد انقطاع الكهرباء في العاصمة عدن، حيث بلغت ساعات الانقطاع حسب شكاوى مواطنين 10 ساعات متواصلة. مصادر في مؤسسة الكهرباء بعدن أرجعت سبب تزايد انقطاع الكهرباء إلى نفاد الوقود. محمد المسبحي نائب مدير تقنية المعلومات بوزارة الكهرباء قال إن توليد محطات الكهرباء الحكومية انخفض اليوم من 120 ميجاوات إلى 15 ميجاوات نتيجة عدم وصول كميات كافية من وقود الديزل ونفاذ المازوت. وأضاف المسبحي أنه تفادياً للخروج المتكرر للمنظومة يجب ضخ الوقود الكافي لرفع القدرة التوليدية ورفع استقرارية المنظومة الكهربائية. ووفقاً للموقع فإنها المرة الأولى التي تشهد فيها عدن تدهور خدمة الكهرباء وانخفاض التوليد إلى هذا المستوى غير المسبوق. ركز موقع المشاهد نت الضوء على قيام مجموعة من الشباب في مدينة ذمار بتحويل موقف للسيارات في الحي والذي يسكنونه إلى ملعب لكرة القدم. عمر البوذجي وهو أحد الشباب الذين شاركوا يقول للموقع
إنهم اضطروا لتحويل موقف السيارات الخاص بهم إلى ملعب في النهار وموقف سيارات في الليل، مضيفاً أنه يعرضهم للإصابات لأنه مرصوص بالأحجار. وأشار البديجي إلى أن موقف السيارات أصبح مكاناً للعشرات من الأطفال لتنظيم البطولات المتعددة، فإن المركبات التي يتم ركنها في الموقف تنطلق للعمل في الصباح ولا تعود إلا مع حلول الليل. أحمد النمر كذلك من جهته يرى في تصريحاته للموقع أنه رغم أن المكان لا يساعد في صنع أي مهارة، لكن الإصرار والشغف بكرة القدم جعلهم يتجاوزون اللعب على الأحجار الصلبة. موقع الحرف 28 تطرق لتصريحات وزير النقل السابق صالح الجبواني، حيث قال إن الإمارات أودعت مبلغاً مالياً كبيراً لأحد كبار مسؤولي الحكومة اليمنية أثناء ضرباتها للجيش في منطقة العالم نهاية أغسطس من العام الماضي. وأضاف أن المسؤول الكبير اشترى عقاراً كبيراً بالمبلغ في العاصمة المصرية القاهرة مقابل ذلك الموقف الذي وقف ضد الجيش اليمني وأيد الإمارات. وأشار الجبواني إلى أن 5 مسؤولين آخرين استلموا مبالغ أخرى مقابل موقفهم المضاد لقوات الجيش اليمني الذي كان في طريقه إلى عدن وقصفته القوات الإماراتية، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. صحيفة القدس العربي نشرت حواراً للبرلماني اليمني نجيب سعيد غانم، حيث قال فيه أن التحالف السعودي الإماراتي لا يرغب في المساهمة بتأمين إرادة سياسية للدفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لحسم المشهد العسكري لصالح السلطة الشرعية في اليمن. ويضيف غانم أن كسر المشاريع الإنقلابية التي تنازع الشرعية سلطتها السيادية واقتناع التحالف بضرورة وقف الصراع سيسهمان في إنهاء القتال باليمن. ويلفت إلى أن قرار المجلس الانتقالي الممول إماراتياً بيد دولة الإمارات، وهي الأخرى لديها أجندات خارج إطار أجندات السلطة الشرعية، حيث لديها اهتمامات بالغة في المنافذ البحرية والجزر اليمنية وفي الثروات الطبيعية. وحول أسباب تأخير إعلان الحكومة، يوضح غانم أن الانتقال يتلكأ في تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وهو ما كان مقرراً أن يتم قبل حوالي سنة. نهاية برنامج صحافة المساء، إلى اللقاء.